إذا أنت ما بصير إنك أنت تحكي أنا ما بدي أخبر المريض، فيش داعي أعطيه الحيثيات هاي. للأسف خلال الكلينيكال براكتس تبعنا بتلاقي سوى السيرجري ومش عارف شو يعني هاي السيرجري، شو رح يصير في هذا المريض نتيجة هاي السيرجري، كيف الكواليتي أوف لايف رح تبعته رح تتغير، ما عندهوش الصورة كاملة. كتير بسمع من المرضى لو كنت عارف إنه هيك رح تصير الكواليتي أوف لايف ما سويت السيرجري. ساعتها بكون قرار مبني على على انه صار عنده المعلومات كامله الكواليتي اوف لايف. بريزنتد انفورميشن. الان انا المريض اللي امامي، احيانا ممكن انه لما احكي له المعلومات بدك تحكيها انت ممكن باللغه الطبيه تبعك، لا بدك توصلها بطريقه اللي يقدر يفهمها المريض اللي امامك بالقدرات اللي عنده. يعني لما توصلها لواحد مثلا ممكن بالميديكال فيلد مش زي لما توصلها لواحد مثلا ختيار كبير معلوماته مثلا ممكن يكون مش متعلم او كذا، فبدك انت توصله اياها بالطرق. ممكن تستعين برسومات، ممكن تستعين بفيديوهات، ممكن تستعين باي شيء بحيث انك تضمن انه وصلته المعلومه بشكل كامل. اوكي سو الانفورميشن اللي انا بدي اعطيها it should be adapted to patients understanding regarding language, form, contents حسب هذا الأمامي كيف بفهم أنا بوصل له المعلومات. بدك توصل معلومة، لو حكينا مثلا تشخيص، حكينا مثلا أنه مثلا في الـ patient ووصلنا له نوصل له أنه صار عنده cancer stage 4 وكذا، هذا الـ patient ما عندهوش أي medical background وبده ياخذ كيموثيرابي والراديوثيرابي whatever حسب الـ treatment. كيف بدك توصله؟ ما عندوش اي ميديكال باك جراوند ومعلوماته على قده. كيف ممكن توصلها؟ انتوا مثلا كيف ممكن تحكوا؟ مين طبعا بدك توصل هاي المعلومه للمريض كيف؟ مريض بدك توصل له انه هو عند الكانسر بيشنت تشخص بالكانسر ستيج 4 أو خلينا نسج لي نعطي مجال إنه بده كيمو ثيرابي وراديو ثيرابي ومثلا بده مثلا حتى كمان سيرجري. اوكي فأنت هذا المريض ما عندهوش أي ميديكال باك جراوند، ما بعرف شو يعني كانسر، كيف بدك توصل له المعلومة؟ شو دكتور مش يعني كانسر؟ مرض خبيث مرض داخلي تمام وإذا ما احتاجش علاج متعالج شو بينتشر كامل الجسم. فأنت بتاخذ هذا الأمر. يعني ممكن تحكي له إنه هذا شو إذا ما أخذه شو راح يكون سيكونسز للوضع اللي هو فيه إذا أخذ العلاج أو ما أخذ العلاج. أوكي. إذا إحنا بهاي للمريض نفسه. هلا هي احنا حكينا confidentiality والبرايفسي انه انا المعلومات اوصلها فقط للمريض نفسه، لكن في حال انه مثلا حسيت انه انت هذا المريض ممكن يتدهور وضعه الصحي نتيجه المعلومات اللي بعرفها ممكن تلجا الى حدا من قرايبك. اوكي فهي اذا انت شرحت الكانسر، شرحت الستيجز consequences للشيء ممكن تريتمنت بلغه مبسطه، وهذا الشيء بنعمل فيه برا ورك شوبس، بنعمل ورك شوبس كيف انك توصل. يعني انا مثلا كيف انه البي اتش دي ثيسيس تبعتي كان تايتل تبعها عن الكانسر وعن السرفايفل، فحكوا لي كيف ممكن توصليها لطفل عمره 5 سنين الثيسيس تبعتي رساله الدكتوراه. فهي انت بهاي الحاله كيف بدك توصل تحكي سرفايفل وكانسر وتاثير الادويه عليها او ما؟ بس يو هاف تو هاي سكيلز لازم تكون موجودة عند كل طبيب يشتغل عليها بحيث إنه كيف يقدر موضوعه كان علمي كبير إنه يبسطه ويوصله لأمامه للمريض أمامه لحتى إنه يتأكد إنه فهمه. لو استعان برسومات أغلب سكر الباب ممكن يعني ممكن إنك تستعين بمعلومات برسومات، ممكن تستعين بفيديو،
ممكن تستعين whatever يعني في مثلا مستشفيات برا وكذا. حتى على مستوى البريجننت ليدي لما تيجي يصير يحكوا مثلا على جستيشنال دايابيتس او كذا بيعرضوا لها فيديو لحتى تكون اوير وعارفه بالاشياء اللي ممكن يصيروا معها نتيجه جستيشنال دايابيتس والكومبليكيشنز اللي ممكن تصير معها. اذا انت كفيزيشن وظيفتك تلاقي الطريقه اللي توصل فيها المعلومه. تفضل. ما هو ممكن تحكي له انه مثلا سيرفايفل ريت لا نتيجه هذا كان في حال وافق هذاك البني ادم بس برضه بدك تحط يعني حالك تحمي نفسك تحكي هذاك زبط معه ممكن ما نزبط معه. انت بدك تعطيه ريت بتضلك انت بالسيف سايد كفيزيشن كطبيب اشمعنى ما زبطش معي اشمعنى زبط مع فلان. بتقدرش تحكي له احيانا في اذر فاكتورز ممكن تاثر على النجاح التريتمنت صح ولا لا. فبالتالي انت بتطلق في سيرفايفل ريت هات يعني اوكي. سو اذا البيشنت رايت اوف انفورميشن كوريسبوندز تو ذا فيزيشنز فيرتيو اوف فيراسيتي. اذا انت قد ما فيك البيشنت بثق فيك فانت لازم توصل له المعلومات كامله. اذا هي بتنطلق من خلق الطبيب كانه اللي هو الموثوقيه تبعت الطبيب. فهاي اللي هي بنحكي عنها حكينا اللي هي الرايت تو انفورميشن. الان طب شو الوضع من ناحيه الانفورميشن في الكرونيك ديزيزز؟ اجى عندك البيشنت وانت صرت تحكي له عن وضعه الان وعن مثلا سواء كان هارت ديزيز او كانسر او غيره من الكرونيك ديزيزز، هل هي مره واحده بتحكي فيها عن وضع المريض ولا هي عملية مستمرة؟ مستمرة كل مراجعة بتحكي صار وضعك هيك، مثلا السكر التراكمي صار عندك هيك، الكانسر صار انه هيك، فانت هي بروسس. اذا عملية اعطاء المعلومات في الكرونيك ديزيزز هي بروسس مش مرة واحدة، اوكي؟ So with every chronic disease, presenting information to a patient should be regarded as a process rather than a single event. So information changes along the with the dynamics of the disease and our deeper understanding of its course. واضحة؟ لما نسأل عم نحكي عن chronic diseases كيف إعطاء المعلومات؟ هي not a single event. هي process. كل مرة بتيجي عندك بتعمل له update بالوضع. حكينا عن الاوتونومي انها لها علاقه بالمنتل كاباسيتي وايضا لها علاقه بالانفورميشن. لانه انا الانفورميشن ممكن احكيها ممكن ابسطها بس الامامي ما عنده القدره على انه يفهمها. فبالتالي انا people need to have the mental capacity to understand and weigh the options so that they can make a choice. Then they can exercise their autonomy. اذا بده يكون المريض اللي امامك قادر انه ياخذ المعلومات يفهمها يوازن ويعطيك الديسيجن تبعه. غير هيك اذا ما عنده القدره يسوي هذا الشيء ما بقدر اعطيه الاوتونومي تبعه في الديسيجن، ما بقدر اعطيه الحريه. ساعتها بدي الجا لاهله وبدي الجا للي حوالي يساعدوني في اتخاذ القرار المناسب لهذا المريض. اوكي. All adults are assumed to have mental capacity unless there is evidence to the contrary. أنا أي مريض بيجي بدي أفترض إنه هو عنده mental capacity الكافي إلا إذا في شيء دليل أثبت عكس ذلك. Okay. So in practice, most people, unless unconscious, are capable of making some decision. حتى كبار السن في درجة ما ممكن في لحظة ما أو في وقت معين تقدر تأخذ منهم decision. اللي هن يعني نحكي الكبار بالسن ممكن شوي يبلشوا ينسى اللي بلش يخربط اللي بلش كذا، لكن في وقت معين ممكن تاخذ منه ديسيجن. هاي رح نحكي فيها بالتفصيل بعدين. سو احنا الان كله عم نحكي انه انا كيف بقدر اعطي المريض الاوتونومي والاستقلاليه وحريته بانه يعطيني الديسيجن القرار. اعطيته المعلومات فاتت لي المنتل كاباسيتي ممكن تأثر، أعطيته المعلومات بشكل كافي بشكل كامل consequences whatever كلياتها
فاتت المنتل كاباسيتي ممكن تأثر. Other decision can still be valid when they appear unconventional, irrational or unjustified. ممكن يجي عندك شخص فهمان شو انت عم تحكي، عارف الconsequences، عارف كل شيء اللي انت عم تحكي، عنده المنتل كاباسيتي بس ما بدوش treatment. You should accept that it's from his or her autonomy. هو حر بقراره، ما بقدر اجبره لاخذ اي شيء. لكن health professionals may need to check that patients have the mental capacity to exercise their autonomy when such choices have major life changing implications. اذا انت اجاك واحد هيك، عاده احنا اللي بصير انت كطبيب هيك بنصحك اوكي بمشي. قليل اللي بيجوا بيحكوا لا ما بدي. تأكد من المنتل كاباسيتي تبعك. اوكي عنده المنتل كاباسيتي موجوده، I respect his decision، بمشي معه. لكن هل هي الامور بهاي السهوله بهذا التسلسل؟ بدك تحاول معه، بس بالاخر قرار المريض. بدك تحاول معه تقنعه، تحاول اذا مثلا وافق انك تحكي مع حدا من قرايبه، انك تحكي لهم يحكوا معه وهكذا. بدك تستخدم السكيلز اللي عندك. اذا انت كفيزيشن الان الإثكس تعطيك أوكي مبادئ بس تستخدم فيها سكيلز للكوميونيكيشن، سكيلز ضرورية جدا لحتى إنك توصل القرار تبعك، الديسيجن تبعك، أو أنت تريتمنت بشكل أنسب وأفضل للمريض. وراح تمر علينا خلال الكورس كوميونيكيشن سكيلز وين ممكن أنتوا تستخدموها في خلال التريتمنت للبيشنتس. أوكي هذا حكينا. اوكي الان احنا يعني اعطيناه القرار واعطيناه مجال انه هو يقرر. مدام قرر انه ما بده التريتمنت لايف سيفنج تريتمنت اتس اوكي، وعنده المنتل كاباسيتي اوكي، مدام قراره ما عم بياثر على غيره وي شود ريسبكت هذا القرار. اوكي ات ويل نوت هارم اذر بيبل، قراره اللي بده يسويه. إذا إحنا أي autonomous decision نفترض فيه إنه the patients are involved in making informed and voluntary decisions، إنه أنا patient هذا اللي أنا أخذ قراره فهو informed يعني أخذ المعلومات كاملة، وأيضا voluntary decision ما تم إجبار بأي شكل من الأشكال على إنه يأخذ هذا القرار. ممكن أحكي لك وافق على كذا وافق على كذا، مثلا نعطيك أو نسوي لك أو هذا نوع من أنواع الإجبار. لازم يكون voluntary decision. The patient has the capacity to act intentionally with understanding and without controlling influences that would mitigate against the free and voluntary act. إذا إحنا القرار بده يكون informed، بده يكون معلومات كاملة، voluntary من غير أي نوع من أنواع الإجبار، وأيضا اللي هي مبني على فهم كامل من المريض للوضع situation. So عندنا شروط لازم انها تكون موجوده لحتى انه البيرسونز ديسيجن اند اكشن تو بي اوتونومس. اول شيء اللي هي انه هذا البيرسون ماست بيك ايفالويشنز، وهاي الايفالويشنز شود بي راشنال، اند الشرط الثالث هاير ان هيراركي شود بي ريسبكتد. اوكي سو شو معنى كل واحده من هاي الاشياء؟ احنا حكينا اول شيء الديسيجن تبعه الاوتونومس بيرسون، في عندي ديسيجن بدي اعرف هذا اوتونومس او لا، فبطلع على البيرسون بدي اشوف شو اللايف بلان تبعه. لايف بلان انه هو بده يعيش حياه صحيه ويكون حياته اطول مثلا قدر الامكان، فمعناته بده يسوي ايفالويشن، بده انه هذا تريتمنت ياخده ما ياخده، مين اللي ممكن يعطيه الفرصه انه يعيش اكثر او لا. فبالتالي هو this person who formed desires for how his or her life is to go عنده life plan، وهذا ال person اللي بيكون هي autonomous person، the person who can act on those desires، هو بيشتغل عشان يحقق هاي desire اللي هو بده، مثلا healthy lifestyle بده يعيش أكثر بده يطبق هذا الشيء. So ارحمكم. In order to create such a life plan for ourselves we need to make evaluations. إذا بيجي مثلا هذا اللي بده ناوي حياته
تكون healthy lifestyle ويمشي باللي هي أي treatment ممكن يكون أحلى يعطي الحياة أطول وكذا. تيجي تحكي له smoking. سموك وما تسموك بدي أعمل evaluation. أنا بقدر أقرر based على evaluation تبعي إنه smoking مش ضد ال... هو ضد اللايف بلان تبعي فقدر يعمل evaluation. so هذا الشرط من اللي هي autonomous decision بتحقق إنه قدر يساوي evaluation إنه smoking ما بده إياه لأنه عكس اللايف بلان تبعه. أوكي. تاني شيء evaluation should be rational. شو يعني؟ The ideal autonomy day-to-day decision should be rational that is consistent with the person's life plans. ممكن هو يوازن بس هل is it rational للايف بلان تبعه أو لا؟ اختار smoking based on what؟ إنها rational للايف بلان اللي هو بده إياها اللي هي life style أحسن وصحة أكثر وحياة أطول وهكذا. If a desire or choice is not based on rational evaluation, then it is not autonomous. يعني أنت كيف تحكي smoking وأنت أصلاً تحكي لي إنك أنت بدك حياة أطول وأحسن وكذا. إذا هاي الشرط الثاني. الشرط الثالث اللي هو أو خلينا نحكي قبليها autonomous evaluation components based on correct understanding of the relevant facts. Evaluated with making without making irrelevant error of logic and ability to imagine what the relevant circumstances will be like. قبل شوي كنا نحكي عنها المعلومات لازم توصل لازم يكون عارف تبعات القرار تبعه شو circumstances نتيجة القرار تبعه. هاي كلياتها من ضمن الأشياء اللي ممكن تساعد في الإيفالويشن. إذا الأشياء شو بيساعد في الإيفالويشن تكون عنده معلومات كاملة بيكون إنه هاي المعلومات مش مغلوطة وأيضا إنه يكون اللي هي عارف كل الـ consequences لأي decision ممكن يأخذه. الآن الشرط الثالث إنه هي desires higher in the hierarchy should be respected اللي هي الأعلى في التفضل. Person may have simultaneous conflict in desires أحيانا وإحنا بنشوفها كتير among smokers. ممكن إنه هدول smokers مثلا هو بده إنه quit smoking بس هو مش قادر فهو بده يدخل. اوكي وبالتالي كم ديزاير صار عنده؟ تو ديزايرز. اي ديزاير شود بي ريسبكتد؟ تو سموك اور نوت سموك؟ نوت سموكينج. ليش؟ لانه اللايف بلان تبعه اصلا انه هو بده يمشي بهيلثي لايف ستايل بده يعيش اطول واكثر وكذا. فمثلا عندنا هون مثال عليها بريجننت ليدي كان عندها حابة إنها تعيش experience of pain فبدها يصير delivery without أي kind of يعني أي نوع من أنواع التخدير أو pain killer أو كذا. بدها خلص مدام كانوا زمان هن مش هاي الأشياء مش موجودة فأنا بدي experience all the pain. هذا قرار autonomous من ناحية mental capacity ومن ناحية المعلومات عندها هل كانت كاملة أو لا؟ إمتى عرفت إنه هي المعلومات عندها مش كاملة؟ في لحظة الولادة الصغيرة صارت تحكي أنا بدي خلص بدي مساعدة بدي بينكلر بدي تخدير بدي أي شيء بيطلعوني المجال فيه. ليش؟ مين أنا أي قرار شد ريسبكت؟ الأولاني ولا الثاني؟ الأولاني؟ الثاني. ليش؟ لأن المعلومات ما كانت عندها كاملة قديش مقدار الوجع بده يكون لحتى تقرر إن هي ما بدهاش أي نوع من أنواع تخفف عليها. أوكي؟ لذلك هذا الشيء إحنا decisions في هاي الطريقة. أنت عندك decision وهي mental capacity بس الانفورميشن ما كانت كاملة، الconsequences ما كانت كاملة، life plan تبعها منها بدهاش تعاني هذا الألم، فبالتالي عشان respect that decision higher in hierarchy that goes with the life plan. Okay. الآن لحد الآن إحنا عم نحكي عن autonomy وحكينا كيف يكون autonomous decision كيف يكون إنه أعرف mental capacity لهذا الشخص إنه مو هل بقدر يعمل evaluations هل هاي evaluations relevant للlife plan تبعته أو لا
whatever the conditions اللي ذكرتها. ففي بعض الأمثلة الآن ممكن هي أمامكم، يعني تحكي لنا عن الأشياء اللي ممكن تصير في clinical practice that are against the principle of autonomy. ممكن يصير treating patients without their consent، من غير موافقتهم أعطيهم علاج. Treating patients without giving them all the relevant information necessary for making an informed and intelligent choice. هي informed consent. إذا في بداية أي خطة علاجية لازم تأخذ موافقة المريض، أحياناً should be خطية في حال كان في عملية أو غيره. Telling patient white lies. ما بصير تحكي عن كذبة بيضة بس تتقبل العلاج، ما في هذا الشيء، مش موجود. Withholding information from patients when they have expressed reflective choice to receive it. إنك ما تعطيه المعلومات مع أن المريض حاكي تعطيني إياها، بدي أنا أعرف شو وضعي، تروح أنت ما تعطيه إياها، أنت كسرت التراست اللي بينك وبين المريض. والعكس كمان، قال لك أنا ما بدي أسمع شو معي، don't force the information، خلاص هو ما بده يعرف، respect that وما تعطوهش المعلومات كاملة. And forcing anyone to act against their reasoned moral judgment or conscious انك انت تجبره على انه to act in a way هو ما بده اياه في حال وعي. Non-maleficence عدم الإيذاء. طب انا كيف كطبيب هل ممكن اني أأذي المريض؟ شو الحالات اللي ممكن انا أأذي فيها المريض كطبيب؟ most common example دواء خطأ، treatment خطأ، إذا medical errors الأخطاء اللي ممكن يسموها الأطباء اللي هي ممكن إن هي أكثر شيء مثال على إنك أنت ممكن تسوي اللي هي إنك تأذي المريض. إذا بالتالي هون it affirms the need for medical competence الكفاءة اللي عند الطبيب. إذا هذا المبدأ هذا principle بيأكد لي أهمية وضرورة وجود الكفاءة الضرورية تكون عند الطبيب لحتى ما يقع بأي من الأخطاء الطبية اللي ممكن إن ساعتها تؤدي إلى إيذاء المريض. ف so it is to do no harm and healthcare professionals have historically been encouraged to do good اللي هي beneficence but if for some reason they cannot do good they are required to at least do no harm. It requires not intentionally creating harm or injury. وهذا اللي حكيناه اللي هي medical capacity أو competence اللي should be موجودة عند الطبيب. أيضا من الأشياء اللي ممكن أنها تكون غير medical errors اللي ممكن تؤدي ضمن non-maleficence اللي هي negligence إهمال الطبيب. بأنه مثلا ما يعطي المعلومات، إنه مثلا absence of due care ما يعطي الاهتمام اللازم لهذا المريض، هذا أيضا ممكن يكون فيه إيذاء للمريض. So we need to make distinctions of rules governing non-treatment and end-of-life decisions. أكثر شيء non-maleficence فيه صعوبة لما نحكي مثلا بشكل واضح اللي هي end-of-life care، هل أعطيه الدواء؟ هل ما أعطيه؟ هل أعطي life sustaining treatment ممكن إنها هي تطول عمره لكن quality of life اللي ممكن بعديها تكون سيئة؟ هل إذا هاي كلها decisions بده يأخذها الطبيب وبده إنه فيها ما يأذي المريض، هل يعطيه الإنعاش؟ هل يعطيه treatment؟ هل يعطيه pain killer؟ لأن pain killer أغلبها ممكن تؤدي إلى إنه يسرع وفاته لكن هو in severe pain، هل أعطيها؟ معناته أنت بتكون واثق تماماً إنه هو خلص في الـ end of life وضعه ما بتحمل، على الأقل خفف ألمه. فأنت لكن أنت برضو بدك ما بدك تأذيه. إذا ضمن هذا الـ non-maleficence principle هذا بتضلك حاطط بالك إنه ما بدي أذيه، طب شو القرار الصح؟ وهكذا. Against the principle of non-maleficence هاي كلياتها هون أمثلة على اللي هي medical errors اللي ممكن تصير. الواحد مثلا operating on someone who did not have appendicitis suing off someone's good leg وهكذا، إذن هي أخطاء طبية إلها علاقة لما يسويها الطبيب هو أذى المريض. The beneficence وهو الأشياء المتوقع من الطبيب
بحيث انه means people take actions to benefit and promote the welfare of other people. انت المفروض انك انت تفيد وتحسن من صحة الـ other people الموجودين. So act in the best interest of the patient and advocate for the patient. May conflict with autonomy. كيف ممكن انه هذا الـ principle conflict with autonomy؟ يقرر ينهي حياته autonomy. وهاي البنفيشنز تبعته بتكون اللي هي في انه ياخذ هذا التريتمنت. سو هل ممكن انه هاي البرنسبلز تو كونفليكت؟ يس. هذا رح نحكي عنها بالتالي. سو ذس برنسبل از ات ذا فيري هارت اوف هيلث كير ان لايف ذات ذا بيشنت كان انتر انتو ريليشن شيب وذ ون هوم سوسايتي هاز لايسنس از كومبيتنت تو بروفايد ميديكال كير. اذا لما المريض يعطي التراست للبيشنت للفيزيشن تو تريت هيم فهو مبني على الكفاءه المفترضه الموجوده عند هذا الطبيب. الكفاءه هاي هي اللي راح تعطي المفروض البنفيشنز. فبده يكون هو واثق هو بده يفيدني هذا الطبيب الامامي اكيد 100% هو كل قرار عم ياخذه لاجل مصلحتي مش لاجل اي اسباب ثانيه اخرى ممكن تكون ماديه او غيرها او كذا وجهني لعمليه لانه مثلا كان عندي كذا او كان عنده كذا او هو عنده اصلا مستشفى وتبار السيت مستفز ممكن بده يكون تراست موجوده كامله انه هذا الطبيب الامامي بده يعطيني اللي فيه الفائده لإلي وايضا اللي هي يكون عنده الكفاءه اللي يعطيني هاي الفائده. So the goal of providing benefit can be applied to the good of the individual patients وايضا ممكن نقيسها على السوسايتي. يعني ممكن الفائده هاي اللي بنحكي عنها البنفيشنز ممكن نحكي فيها على مستوى الشخص او على مستوى المجتمع. وين شفنا هالمجتمع الفائده بالمجتمع؟ فاكسينيشن. اذا احنا من لما نحكي انه انت لازم تاخذ الفاكسين مش او مثلا انك انت تعمل ايزوليشن كمثال اوضح الايزوليشن لما يكون عندك مثلا كوفيد 19 الايزوليشن مش لمنفعتك انت الشخصيه اوكي بس لمنفعه السوسايتي انك شد انك تحجز حالك وتحضر نفسك. اذا البنفيشنز ننظر فيها من ناحيه ايضا من ناحيه السوسايتي بالاضافه للانديفيديو. Rules of beneficence protect and defend rights of the others, prevent harm from occurring to others and remove conditions that will cause harm to other health persons with disabilities, physical persons in danger. من الاشياء الفيزيشن سبوز انه يعطيها ويعملها للمريض لحتى انه يحقق له المنفعة. شو الاشياء اللي ممكن تكون against؟ انك ترفض تعطي التريتمنت، ترفض تعطي انك تنقذ واحد مثلا فيكتيم مثلا اكسيدنت فيكتيم وغيرها و انك ترفض انك مثلا تعالج بريزنر على اساس انه هو مذنب او كذا بس لا انت كطبيب مفروض انك تعطيه المنفعه اللي هو بترجعها منك كطبيب. الان صار عندنا تيرمز من خلال المحاضره الماضيه وهاي المحاضره اتوقع صار شوي مور فاميليار لكم. صار ممكن الاوتونومي لما احكي اوتونومي انت معروف شو يعني لما احكي عن الكونسيكونسز معروف شو اقصد فيها الكومبتنت كلها صارت كونسبت عندكم لان اكثر شيء كان نحكي منه الطلاب انه في كونسبت كثيره بهذا المساق ما قادرين نجمعها لكن لما تصير تتكرر عليكم هن رح يكون رح نحكي احنا عن الاوتونومي البرايفسي الكونفيدنشاليتي الانفورميشن المنتال كاباسيتي رح نحكي عن الهارم عن بنفيت. انا عندي مثلا كيس معينه اني اصير اوازن بين الهارم تجربه مثلا بدي اجربها بالريسيرش بين اكثر اللي هي انا مثلا هل اعرضهم لهذا الخطر في سبيل انه ممكن اوصل لدواء معين لعلاج مرض معين. هذا بصير مثلا عندنا بالريسيرش فبصير اوازن قديش مقدار الخطر اللي عم بحكي عنه صداع اوكي كانسر لا مثلا بصير اوازن. اذا هاي كلها مصطلحات موجوده في الميديكال ايثكس اللي هي راح تمر معكم كثير مش بس ميديكال ايثكس خلال الكلينيكال براكتس ايضا تلقاها. سو هدفنا لما نحكي عن الهارم هدفنا to get the maximum benefit with minimal harm. الان نحكي عن الجستس اللي هو مبدا العداله.
أنا زي ما حكيت لكم مثال عندي مثلاً اللي هي أكثر مثال عليها واضح اللي هي organ transplantation تبرع بالأعضاء مثلاً. لمين أعطي الأولوية؟ هل اللي بيدفع ثمنها؟ طيب شو ذنبه الآن الفقير اللي ممكن ما معه؟ ليش يحرم من هاي السيرفيس؟ وكذلك قص على ذلك العيادات الخاصة. طب ليش يحرم من خبرة كبيرة مثلاً لطبيب لأنه مش قادر إنه يدفع مثلاً كشفية تبعه؟ فبالتالي انت امام ديسيجن، خصوصا لما تشتغل بمستشفى مريض بيجي بيحكي لك انا ما بقدر ادفع الكشفيه دخله. طب هو ما بقدر، انت بتقدرش كطبيب بدك تدفع عن كل واحد. طب ليه حرم عنك من العلاج لانه ما معه؟ احيانا هاي الاشياء انت بتكون في مواقف فيها بدك تاخذ فيها ديسيجن، احيانا المستشفى بتساعدك معهوش تامين ما تدخلهوش. ف يعني زي كده تريح ضميرك بس انت راح تشوف هاي الحالات. So, usually defined as a form of fairness, this implies that the fair distribution of good in society, it is generally held that persons who are equal should qualify for equal treatment. Either the challenge, some goods and services are in the short supply, there is not enough to go around, thus some fair means of allocating scarce resources must be determined. Then who a challenge? هاي الأشياء السكارس اللي هي النادرة أو القليلة كيف ممكن أوزعها للناس ممكن فعلاً يستحقوها أو ياخدوها وأحقق مبدأ العدالة. Against justice هي favor implantation over another، أفضل المريض على المريض. وأيضاً senior and experienced doctors treat private patients only، هاي أيضاً مثال حكينا أنه هذول الإكسبرتس عم يروحوا لكشفيات عالية. هاي this is against justice. Conflicts ممكن سيريس، حكينا مثال عليها انه ممكن يكون كونفليكت بين هاي البرنسبلز الاربع، حكينا الاوتونومي بينيفيشنس نون ماليفيشنس اند جاستس. وكانت يعني كثير اسئله بتجي شو هن البرنسبلز الاربع الموجوده ما يعرفوهنش. فيعني انا الاسئله تبعي هي فقط انك انت تتبع معي واعرف عن شو عم بحكي. الكونفليكت ممكن يكون بين هدول الاربع اللي حكيناهم. يس ممكن. It is not uncommon that in everyday clinical practice you will encounter situations where even the four basic principles are in conflict. There is no simple answer. فيش جواب. مش راح احكي لك في السيتويشن هذا راح يكون في هيك احسن قرار. ولذلك احنا بنعطيك البرنسبلز. ما بقدر احكي لك في كل سيتويشن شو تساوي. اعطيك البرنسبلز وانت وازن. شوف مين الاولى. So each case must be considered weighed. Case by case. مش بشكل اللي هي كامل في الحالات التالية بنمشي على البرنسبل كذا أو بالحالات التالية نمشي على البرنسبل كذا. Case by case. So أحيانا في أشياء challenging you can't have decision على الهاي. So you need to discuss that with others. مع الكوليجز تجتمعوا مع الأطباء وفي بكل مستشفى في مجلس لنقاش مثل هيك حالات اللي يكون فيها شوية conflict. Example of conflicts ممكن تصير مثلاً اللي هي during the delivery of a baby problems develop and you are faced with a choice the mother or the child. لما تفكر إنه طيب autonomy لمين أروح؟ طب autonomy of the child autonomy of the mother. هي يعني كل بروح mother لأنه ممكن يجي other child بس أنت أحملت autonomy تبع الطفل حريته إنه يعيش. لا you have to consider إنه هو موجود موجود باللغة. لذلك الإثكس مرتبط كتير عنا بقوانين موجودة بتحكم بعض الأشياء زي هاي. لذلك إحنا آخر محاضرة حكيت لكم رح يكون في زي ووركشوب رح ناخد بعض نظرة القانون على بعض المواضيع اللي إحنا عنا من الإثكس لحتى تكونوا مطلعين على القانون الطبي في هاي المسائل. لكن بالآخر أنا عم بحكي إنه في كونفليكت صار في الأوتونومي اللي ما أفكر فيها هون كمثال ما بين الطفل وبين مصلحته ومصلحة أمه وقص على ذلك كثير من الأشياء في الميديكال براكتس. أي حد عنده أي سؤال؟ تمام أموركم؟ يعطيكم العافية. هذا ما عندي.